طيب سيدي احنا جاهزين نبلش اللي تحب تبدأ. سيدي ابو عمر بس لانها ميوت عندك سيدي. طيب تمام، تمام سيدي. الله يعطيك العافية. هيك تمام؟ الشاشة لسه ما طلعت عندنا. صوتي واضح؟ صوت واضح سيدي. صوت واضح. طيب واحد دكتور محمد السعيد معنا. تفضل دكتور محمد. السلام عليكم، كيفك سيدي ابو عمر؟ هلا يا سيدي، يا هلا، الله الله يعطيك العافية. يعطيك العافية. أعتقد هيك الشاشة عملت لها سكرين شيرين. نعم سيدي صحيح. وواضحة عندكم كاملة؟ أفضل ممتاز سيدي سكرين واضح. شيرين. أوكي، الله يعطيكم العافية والله يمسيكم بالخير. حكينا عن النورمال بالمرات الماضية، حكينا عن الجيت، حكينا عن البيوميكانكس. اليوم راح نحكي عن الأشياء اللي هي أب نورمال. راح نحكي أول شيء عن الفلات فوت، بعدين راح نحكي عن الهالوكس فالجس. نبلش أول شيء بالفلات فوت. في له تسميات كثير، بوستيريور تيبل تندون ديس فانكشن، أدلت أكوارد فلات فوت، أكوارد بسبلان فالجس، بليتيرس بوسكيشن. راح نشوف شو التسمية اللي ممكن نعتمدها. راح نبلش بالobjectives to define and diagnose adult acquired flat foot deformity, explain the classification and methods of management. أول شيء لما نحكي إحنا عن الفلات فوت بشكل عام، أول ما يتبادر لذهن أي شخص فينا إنه الارتش أو الفوت ارتش يكون flattened to the ground. يعني ما بنشوف هاي الارتش. هاي اول شيء اي حدا بتحكي الفلات فوت، هاي الشغله الوحيده اللي بشوفها بالفلات فوت. عشان نعمل اناليسز للفلات فوت ديفورميتي، وي هاف تو ديفايد ات تو اتس كومبوننت. يعني اي ديفورميتي بتمر عليكم سواء الفلات فوت او غيرها، اول شيء بتعمله انك تطلع على كل الفوت، كل جوينت شو الديفورميتي الموجوده عليها. يعني بتطلع مثلا على الانكل، از ات كواينس، از ات نيوترال، بتطلع على الهيل، از ات فالجس، از ات فارس، از ات نيوترال، بتطلع على الفورفوت، از ات سوباينيتد، از ات برونيتد، از ات ابدكتد. بتطلع على كل جوينت شو الديفيشنز الموجوده عليها عشان تحلل اي ديفورميتي بالاخر. فلما نحكي احنا عن الفلات فوت بشكل عام، اول شيء بنحكي عنه الميديال ارتش اللي بيكون عادة falling to the ground، في sagging، في pronation of the midfoot in relation to the hind foot. As we see here, it's like a rocker bottom deformity. نطلع على الفورفوت راح نلاقي انه abducted، يعني abducted away from the midline. هسه وين الانجل of abduction؟ عادة بتكون على المدفوت. يعني الفورفوت abducted، الجوينت اللي عليها الابدكشن عادة المدفوت، عادة يا اما التشوبر جوينت او less frequently على الليس فرانك جوينت. الفورفوت نفسه راح نشوف فيه عادة بيكون فيه سوباينيشن. هاي الهيل مثلا بتطلع عليها بالعادة بالفلات فوت بتكون in valgus position. ففي عنا هيل valgus، midfoot abduction and forefoot supination. هاي الاشياء اللي احنا عادة بنشوفها بالفلات فوت. شو يعني الفور فوت؟ شو يعني سوباينيشن؟ طبعا راح تلاقوا انه في بعض الكتب بكتب لك فور فوت انفيرجن، في بعض او ادكشن، وفي بعض الكتب تكتب لك سوباينيشن. هم عاده بقصدوا فيها نفس الشيء، انه تكون الانجل تاعت الفور فوت ان سوباينيشن ان ريليشن تو ذا هايند فوت. يعني هاي الفوت فلات فوت، الهيل فالجس، فور فوت عادي، بتعدل الهيل للفارس بتروح الفوت سوباينيشن. احيانا بتكون فيكس ديفورميتي واحيانا بتكون فليكسيبل ديفورميتي. لما تمشي انت بالعاده بتمشي على ترايبود، يعني ما بتمشي على الهيل على الفيرست ري وعلى الفيفث ري مع بعض. فاذا الهيل
راحت بابدكشن الفور فوت ما راح تمشي انت على المارجن تاع الفوت، يعني زي هون مثلا ما راح تمشي على المارجن تاع اللاترال فوت، الفوت لحاله تول فلاتن تول تويست، يسموها سوبينيشن تويست او برونيشن تويست حسب الديفورمتي. يعني الفور فوت والالاين وذ ذا هايند فوت، اذا عدلت الهايند فوت اذا كانت فيكست ات ويل ابير از سوبينيشن. واضحه هاي؟ في حدا مش فاهمها؟ في حدا حاب نعيدها؟ فمعناها إذا بدنا نحلل الديفورميتيز تاعت الفلات فوت هو أكثر من ديفورميتي، هي الفالجس ميد فوت برونيشن أند فور فوت سوباينيشن أو ميد فوت أبدكشن. هسه هاي الأشياء ممكن تكون موجودة، كلها موجودة مع بعض، ممكن تكون السيجنيفيكانتلي بس هي الفالجس مثلا، أحيانا بتشوف الميد فوت أو الفولينج آرتش هو السيجنيفيكانت، أحيانا بتشوف ميد فوت ابدكشن موست سيجنيفيكانت. ف they are present in variable presentations، مش دائما يكونوا موجودين كلهم. ففي شيء بالكورونال بلين زي ما احنا شايفين هون، بالساجيتال بلين اند ان ذا ترانسفيرس بلين اللي هي الابدكشن. ننتقل على الكلينيكال برزنتيشن. هسه هاي البكتشر اللي شفناها احنا كلها بتزيد الفلكسبيليتي اوف ذا، فمشان هيك راح يكون في عنا لوزينينج بالميد فوت. البين عادة ما بيكون سيبير، يا بيجيك من البين يا بيجيك بديفورمتي. إذا المريض بيشكي من بين you have to analyze where is the pain. Is it medial due to اللي هي برومينس تاع التيلر هيد أو فريكشن with the ground، أو due to tear of the posterior medial area اللي هي منطقة السبرينج ليجامنت، أو أحيانا بيكون في degeneration على البوستيريور tibial tendon. إذا صار عندنا impingement على lateral side ممكن يجي المريض sinus tarsi pain مثلا أو subfibular impingement. عادة هذول المرضى بيكون عندهم Achilles tendon tight، we have to examine for، we have to know where is the tenderness, where is the pain and where is the signs and symptoms of the patient. هاي الـ clinical assessment of the patient. Radiographic assessment، all x-rays taken for foot deformities should be standing stress views. Standing views ما بنأخذ اللي هم العادي، لازم تأخذ standing view لأنه الفلات فوت ممكن كل مريض قاعد أنت ما بتشوف في فلاتينج، بس يوقف تلاقيها بتكون واضحة لأنه it becomes severe with standing with loading. مشكلتهم بتكون loosening بالفوت، فمشان هيك ممكن يعمل لهم inefficient gait. براديوغرافيك أناليسيس بنأخذ أول شيء فوت A B، بنشوف التيلس مع الفيرست متتارسل أنجل اللي هي عادة بتكون 0 degrees بالنورمال، بنشوف على اللاترال فيو كمان التيلس أو الميري أنجل التيلس مع الفيرست متتارسل، على اللاترال فيو بالعادة بنشوف التيلس بلانتر فليكست يعني بيكون في ساجينج على التيلر هيد، وبنشوف الكالكينيال بيتش أنجل اللي هي بتكون لور، فالكالكينيوم بيكون فليكست والتيرس بيكون فليكست، مشان هيك عادة بيكون في تايتنس بالأكيلس تندون. برضو بنطلع على اللاترال فيو غير إن نشوف التيرس مع الفيرس تارسل أنجل أو الميرز أنجل، بشوف وين الساق بالضبط. عادة بيكون الأرتش فون على سم أريز، إما بيكون على التيلو نافيكولار جوينت أو كومن بنشوفها على النافيكولي كونيفورم جوينت. في حالات بالذات بوستروماتيك أو مع الهالوكس فالجس ممكن نشوف opening على التارسو متتارسل جوينتس. أخذنا الـ AB view، أخذنا اللاترال. الـ AB view كمان بنطلع على شغلة كومن، حكينا واحدة من الديفورمز اللي بيصير ميد فوت أبدكشن. الميد فوت عادة أبدكشن ما بيصير على التشوبر جوينت عادة، فبيصير تيلر هيد uncovered. شايفين المنطقة هاي كلها، هاي uncovered area of the tailor head، فبنقيس الزاوية تاعت الـ uncovered أو tailor navicular coverage. كيف بنقيسها؟ نأخذ الـ proximal area of نافيكولار، هاي الارتيكولار سيرفيس لهون بنرسم خط بيناتهم، بنشوف الارتيكولار سيرفيس للنافيكولار ميديلي اند لاترالي لوين واصل، وبناخذ خط ونقيس الانجل بيناتهم عشان نشوف قديش في ميد فوت ابدكشن اند تيلر اند كفرج. اتس روتين تو دو انكل اكس راي ستاندينج فيوز ان فلات فوت، هاي عادة نحن ننساها وما بنعملها،
بنصور المريض، بنقيس الانجلز على الاي بي وعلى اللاتر على الفوت، بنقول خلصنا. المفروض ناخذ انكل اكس راي عشان نشوف اف ذير از اسوشيتد فالجس ديفورميتي اور انستابيليتي اور ارثرايتس ان ذا انكل جوينت. ريو مهم عادة بنحتاج سواء بالهيل فالجس او فالس تو اسس اللي هو هايند فوت الاينمنت فيو اللي هو الاكزيال فيو عشان نشوف الكالكينم وضعه فالجس ولا فارس. نورمالي بيكون الاكسس تاع الكالكينم about 1.4 أو 5 مليمتر lateral to the mid tibial axis، والانجل بتكون عادة mild valgus بالنورمال. هاي بعض الباثولوجيك فايندينجز اللي بنشوفها بالفلات فوت كالكينر بيتش او تيل كالكينر انجل، بنقيسها الى نورمال او اب نورمال. كلكم بتعرفوا الكولمان بلوك تيست اللي بنعمله لمرضى البيس كيفاس. هسه هون في ستريس فيو نعمله لمرضى الفلات فوت ممكن نحتاجه خاصه فور بري اوب بلاننج او حتى انترا اوب ممكن نعمله فور اسسمنت. اذا عملنا ستاندينج فيو للفوت ممكن نشوف هاي التيلر انجل ريفلكس فولينج بالارش النافيكولار هايت دروب. بس بدنا نعرف ليش في عندنا فلات فوت، وين الساجنج بالضبط؟ في ممكن يكون شويه ساجنج هون بس مش واضح. عشان نعرف وين الساجنج بالضبط نعمل هيل فارس بالكلينيكال اكزامينيشن، وبنشوف قديش كميه السوبايناشن اللي بتطلع معنا على الفور فوت، وبنشوف قديش الهايت تاع الفيرست ميتاتارسل. بنجيبه بلوك وبنحطه تحت الفيرست ميتاتارسل نفس الارتفاع تاع السوبايناشن تاع الفوت. This is a stress view for flat foot. لاحظوا الهيل بتصير نيوترال، الفور فوت صار سوباينيتد، وبناخذ بعديها اكس راي لللاترال للفوت. بين عنا الساجنج وين بالضبط، هي الدورس فليكشن، هي ارتفاع، هيك كانت اولموست نيوترال مع الستريس فيو راح الفيرست بالتارسل مع الميديال كيونيفورم ان دورس فليكشن. وين الساج بالضبط؟ اتس ان ذا نافيكولو كيونيفورم جوينت. ذيس از ستريس فيو تو ايفالويت وير از ذا ساجنج or if there is instability on the medial column of the foot. زي هون مثلا هون osteoarthritis مثلا بنشوف هون في opening على medial cuneiform مع the first metatarsal joint where the instability is. هذول النورمال values للإكس-rays اللي هم باللاترال فيو بالAB فيو and in axial فيو. واضحة الكلينيكال والراديولوجيكال assessment؟ في حدا له أي سؤال على اللي حكينا؟ نتابع. الفلات فوت حكينا له أكثر من اسم. أوريجينالي كانوا زمان بحكوا بسموه بوستيرو تيبل تندون ديفيشنسي، أساس إنه الكوز هو بوستيرو تيبل ديفيشنسي. بعدين لقوا إنه ماشي هو كومون كوز أوف فلات فوت، لكن مش كل مرضى الفلات فوت بيكون عندهم بوستيرو تيبل تندون ديفيشنسي، فغيروا اسم قالوا هو عبارة عن adult acquired flat foot deformity. وستيل الموست كومون كوز حكوا انه البوستيريو تيبيال تندون ديفيشنسي. الكلاسيفيكيشن اللي عملوه اتوقع معظمكم بعرفوا، عملوها ستيجين، يعني ستيج 1 بيكون في تينوساينوفايتس بالبوستيريو تيبيال تندون وما في اي ديفورميتي، يعني ما بتشوف فلات فوت. ستيج 2 بيكون في فليكسبل فلات فوت، طبعا قسموها حسب الابدكشن، اذا مايل ابدكشن مثلا او التيرمينال كفرج الانكفرج اقل من 30% اي، اذا اكثر من 30% بي، وبعدين ستيج 3 اللي هي ريجيد، وستيج 4 اذا في انكل فالجس. يعني ستيج 1 ما في ديفورميتي، ستيج 2 فليكسبل، ستيج 3 ريجيد ديفورميتي، ستيج 4 انفولفمنت اوف ذا انكل. كانت فكره هذا الستيجنج سيستم انه كل فلات فوت ببلش من هون راح ينتقل لهون راح ينتقل لهون راح ينتقل لهون، يعني اي فلات فوت ببلش بتينوساينوفايتس بينتهي بفول ريجيد فلات فوت وذ انكل انفولم. هيك كان البلان او كان المفهوم عن البوستيريور تيبل تندون ديس فانكشن فلات فوت. المانجمنت، خلينا نحكي عن البوستيريور تيبل تندون ديس فانكشن. عادة بستيج 1 بنبلشهم كونزيرفيتيف تريتمنت، بريسنج، فيزيوثيرابي. ستيج 2
نفس الإشي، إذا ما تحسن ممكن نعمل سيرجري. السيرجري بستيج 2 اللي هي الفليكسبل عادة أوستيوتوميز بلس ماينس تندون ترانسفير. ستيج 3 اللي هي بتكون ريجيد وأوستيوارثرايتس، السيرجيكال مانجمنت تاعتها عادة بتكون أرثروديسز تربل أرثروديسز، أو حاليا صار يعملوا مثلا سب تيلر مع تبني بكرة أرثروديسز أو دبل أرثروديسز حسب وين المين ديفورميتي أو المين أبنورماليتي. ستيج 4 انفولمنت اوف ذا انكل، يا اما اذا كانت فليكسبل او ريجيد. اذا فليكسبل ممكن نعمل ريكونستراكشن للانكل للدلتويد، اذا فيكست وذ اوستيوارثرايتس اما ارثروبلاستي او فيوجن على الانكل. فمعناها ستيج 1 كونزرفاتيف سيرجر تاعتها بس تينوساينوكتم لانه ما في ديفورميتي. ستيج 2 سيرجيكال مانجمنت تاعتها اوستيوتوميز بلس ماينس تندون ترانسفير. Stage 3 arthrodesis, stage 4 assessment of the ankle and management accordingly. هسه نيجي على الاذر classification systems. هاي حكينا اول classification system اللي هو بيعتمد على مبدا posterior tibial tendon deficiency. بعدين طلع classification ثاني، لقوا انه مشكله ال posterior tibial tendon deficiency staging system في مشكلة عويصة. أول شيء مش كل المرضى ببلش معهم الفلات فوت من هون وينتهي لهون. هسا إذا كان مثلاً fixed deformity ممكن يزيد severity لل fixed deformity، إذا كان flexible ممكن يظل flexible مش شرط ينتقل ل stage 3 ولا شرط ينتقل ل stage 4. في كثير مرضى عندهم ستيج 4 مثلا او تيلر تلت بس ما كانوا ماشيين بهاي المراحل. كثير مرضى عندهم ستيج 2 او ستيج 3 بيفتحوا بيلاقوا التيبيالز بوستيريور تندون از انتاكت، ما في ولا ديجنريشن ولا في تير. فمشان هيك لقوا انه في مشكله بالكلاسيفيكيشن سيستم تاع البوستيريور تيبيال تندون ديفيشنسي. المشكله الاهم من هيك انه ما بيعمل اسسمنت لكل ديفورميتي لحال، يعني هو عامل staging انه احنا بنبلش من هون انتهي هون، بس اياتها more severe for surgical planning مش كثير بساعدنا. فطلع اشي اسمه progressive collapsing deformity BCFD. هاي طلعت according to consensus group حكوا انه الفلات فوت ديفورميتي هي عباره عن بروجريسيف ديفورميتي، وي دونت نو وير ات ستارت، هي بتبلش بالانكل ولا بالهاي، مش كل مره بتبلش فيه نفس المشكله، ولازم نعمل اناليسيس لكل جوينت بالفوت ونحط لها كلاسيفيكيشن. يعني طبعا رجعوا على نفس مبدا اول شيء فليكسيبل او ريجيد. فليكسيبل ستيج 1، ريجيد ستيج 2، لانه زي ما حكينا ستيل نفس البرنسيبل اوف مانجمنت. اذا فليكسيبل ممكن نعمل اوستيوتوميز، اذا ريجيد راح نحتاج ارثروديسيس. عملوا كلاسز، كلاس A اللي هي هايند فوت فالجس ديفورميتي، كلاس B ميد فوت او فور فوت ابدكشن بي بي، كلاس C اللي هي فالس ديفورميتي او اللي احنا حكينا عنها سوباينيشن مع ميديال كولوم انستابيليتي، كلاس D إذا كان في بيري تيلر سبلكسيشن أو ديسلوكيشن اللي هي عادة بتبين على الويت بيرينج سي تي سكان أو الإكس راي إذا كان في سب فيبولار امبنجمنت، وكلاس إي انفولفمنت أوف ذا أنكل. الفكرة كانت إنه مثلا تيجي على المريض بتشوفه فليكسبل ولا ريجيد، إذا فليكسبل بتحط 1، عنده هايند فوت فالجس بتحط إيه. طبعا هايند فوت فالجس بتكون فليكسبل، ما عنده بي ما بتحطهاش، عنده سي مثلا عنده فور فوت سوبينيشن بتحط 1 اي سي. زي هيك كل اليمنت بتحطها موجوده، واذا عنده واحده منهم ريجيد بتحط مثلا اذا عنده بريتيلر سبلكسيشن وريجيد بتحط 2 دي مع. ففكره هذا الكلاسيفيكيشن انه بحلل كل جوينت كل ديفورميتي من الفلات فوت او البلانو فالجس وبكتبها، وبناء عليها بنحدد بعدين شو المانجمنت اللي بدنا نعملها. هو more than rupture of the posterior tibial tendon بحلل الديفورميتي لل 3D وبحاول يوجد مانجمنت لكل واحدة بناء على الديفورميتي الموجودة. بعدين طلعوا
بconsensus and goals for operative corrections. الgoals اللي حطوهم to maximize preservation of joint range of motion, avoid arthrodesis. إذا body mass index equal أو أكثر من 30 عادة هذول المرضى بتكون صعب جدا إنهم يستفيدوا على osteotomies because of weight. فالأولى إنك تعملهم أو يعني low threshold for fusions. بتبلش بكورونا بلين ديفورمتي كوركشن بالهايند فوت اذا في فالجاس بارس الفور فوت ابدكشن اند ان مور سيفير كيسز واذا في ديجنريشن ممكن تعمل فيوجن اكوردنج. عاده بالسيرجيكال مانجمنت للفلات فوت او كولابسنج ديفورمتي للفوت في بوني بروسيجر في سوفت تشو بروسيجرز. من السوفت تشو بروسيجرز المهم نعمله عادة بالأدلتس بنشوف عندهم إكواينس إما تعمل جاستروكنيميوس ريسيشن أو تعمل تندن أكيلس ريسيشن أو إلونجيشن أكوردين هاو ماش ديفورمت يو هاف. بالفليكسبل ديفورمتز خلينا نحكي عن الأوستيتوميز عادة المريض إما بيكون عنده سيفير هايند فوت فالجاس أو تكون البروميننت عنده ميد فوت أبدكشن أو فورفوت سوباينيشن. وكل واحدة في إشي معين بحل مشكلتها أكثر من الباقيات. أول مشكلة نجي عليها بلش فيها اللي هي هايند فوت فالجس بيكون الأكل ستندنسيشن رايح لاترالي. فالموست إفكتيف سيرجري في حالة البروميننت هايند فوت فالجس اللي هي ميديال كالكينيا سلايدنج أوستيتومي بس إنه نزيح الإنسيرشن بتاع الأكل ستندن حتى يكون تحت الأنكل بالضبط. هاي هي الميديال كالكين سلايدنج اوستيتومي. اذا عدلناها راح يرجع الارش عاده ويرجع البوستيريو فالجس لنيوترال. هاي بالفلكسبل. اذا كان ريجيد او بودي ماس اندكس عالي ممكن نحتاج نعمل سب تيلر ارثروديسيس وذ كوركشن. حكينا على التيلونافيكولر انكفرج وحكينا انه اذا كان في كثير انكفرج الموست افكتيف سيرجري في هاي الحاله اللي هي بنسميها لاترال كولوم لينكثنينج. شو يعني لاترال كولوم لينكثنينج؟ نرجع اذا متذكرين للبيزكس بشكل عام اذا بدنا ناخذ الكورونال بلين او الترانسفيرس بلين راح نلاقي انه في كونسبت اسمه تي بي تيلر اند كالكينيو بيدل يونتس. فعليا اللي بصير انه الهنج بيناتهم اللي هي الانتر اوسيوس ليجمنت. هاي واحدة من الديزاينز او المبادئ اللي حطوها تو اكسبلين فوت ديفورميتيز. اللي بصير انه الكلكينيا مع الميدل يونت كلها مع بعض بصير اكسترنال روتيشن اند سلايدنج بوستيريورلي والتيبا مع التيرس بصير شويه انترنال روتيشن فبصير ساق. فانت وكأنه الفوت كله رجع لورا والتيلر صار برومنت انتيريولي. هسه انت ما بتقدر يعني هاي كلها اليونت سحلت لورا انت ما بتقدر ترجعها لقدام. فانت عشان تعوض الساق بتعمل اوستيتي مع اللاترال بارت الكالكينيوم بتعمل الونجيشن فبتلف بتلف الميد فوت مع الفور فوت ميديالي تو كفر the talonavicular joint and to reposition the tailor head over the calcaneum. بهاي الحالة انت بترجع التيلر كفرج وبنفس الوقت بترجع الارش. واضحة هاي؟ سيد ابو عمر اللاترال كولوم لينكينج. تفضل يا سيد. ممكن سيد تعيد هاي؟ طيب أعيد لك إياها بس تحملني هون. شايف هون هاي التيلر هيد it's uncovered طلع المدفوت abducted مع الهايند فوت كله روتيتد وراجع لورا. هاي السيما لاين خلينا نحكي في retraction للكالكينيو كوبويد جوينت. فكرة اللاترال كولوم لينكثنينج أنه تعمل ويدج هون تعمل distraction كل المدفوت مع الفورفوت بروح ديستراكشن مع روتيشن ميديالي فبزيد الكفرج على التيلر هيد. تمام؟
مين اللي سأل؟ مين؟ أنا سيد دكتور حمزة. وضحت؟ تمام 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 سيد. بهرجيك يا بطريقة ثانية. هاي التيلر هيد، هاي النابيكولر، هاي الكالكاني كيوبويد. تمام. الكالكاني كيوبويد retracted posteriorly. What we do is this. نعمل اوسيتيوم هون، نعمل ديستراكشن. تمام. بتروح الكالكاني كيوبويد مع الكيوبويد to push the navicular media like this. واضحة حمزة؟ تمام سيدي، الله يعطيك العافية. تمام. هسه هاي سيد ابو عمر، بس لو سمحت دكتور محمد المصطفى، المرات انا دخلت على عمليات كالكاني اللينكثينينج، وكنا نعمل يعني اللينكثينينج ونعمل ديستراكشن كثير على الكالكاني، بس ما احس الكفرج صار يعني ساتسفاكتوري، كان يضل اقل من 30%. يعني شو في شيء مثلا بديل؟ هسه انا ما بعرف عن ايش انت بتحكي بالضبط او شو السبب ليش، بس في يعني اذا بدك عن السيرجيكال تكنيك، عادة احنا بنطلع بري اوب، هاي الاسسمنت، بتعمل ديستراكشن بريدكتيف انه يصير عندك كفرج. هسه هاي الاوستيوتومي حكيت لك في بري ريكوست لها انها تكون فليكسبل ديفورمتي. اذا ريجيد ديفورمتي لو بتظلك تدز فيها 100 سنه ما بتغطي. تمام. هاي اول شغله. الشغله الثانيه، في كثير tips and tricks بالسيرجيكال تكنيك how to do this and how to cover the tailor head. احيانا بكثير يعني من ضمن السيرجيكال تكنيك، مثلا اول شيء بدك تحط كيوير بين الكالكاني كيوبويد جوينت عشان ما يصير سبلكسيشن انتيريورلي، تعمل push laterally with يعني انت ما بتعمل بس distraction، انت بتعمل يعني ويج اوستيوتومي لاترالي بتكون اطول من ميديالي. بتعمل بكميه محدده، بتعمل ديستراكشن هنا، وبتراقب على الاكس راي، بضلك تفتح باللمينر سبريدر لحد ما تشوف صار كفرج. عاده يعني الايم فول كفرج، الايم تيلر هيد كفرج مع ريدكشن للارتش، مش فل، مش شرط فل، انا ما بقول لك فل. اذا رجع معك الارتش ورجعت تمام خلص، بس ما بيرجع معك الارتش اذا ما صار في كفرج. تمام Thank you, sir. هاي الفكرة زي ما حكينا، ال tethering point هي التيلو تارسل جوينت، أو اللي هي الانتر اوسيوس ليجمنت بين التيلس والكالكينيوس، اللي بلف عليها الفوت كاملة. أنت بس بتلف لقدنا. هسا هاي زمان كانوا يحكوا إنه هل اللاتر كولم فعلا شورت، عملوا استدي عليهم لقوا إنه هو فعليا اللاتر كولم it's not shortened. اللينث تاعه طبيعي مقارنة مع الإنسان الطبيعي، لكن اللي بفرق إنه زي ما قلت لك early relation ما بين الكالكينيوم والتيلس، إنه الكالكينيوم هو اللي راجع لورا، أنت بس ما بتقدر تدفش له قدام، فبتعمل أوستيوتومي عشان تدفش الأنتيريور بارت منه مع الفورفوت. يعني أنت ما بترجع الديفورمتي للنورمال أوريجين تاعها، أنت بتحاول to compensate for the midfoot abduction correction. تمام. يعني زي هم بتعمل اوستيوتومي ديستراكشن، ممكن تحتاج تعمل معهم سوفت تيشو بروسيجرز. النقطه الثانيه يعني زي هم بيكون هاي التيلر هيد بيكون ساجينج، الفكره انه انت عندك هون ديفيشنسي، بتعمل لاترال كولم لينكثينج عشان تجيب الانتيرو فاسيت تاعت الكالكينيوم تقريبا تحت التيلر هيد، زي كانك ترفع وبدك إشي لقوى. هاي فكرة lateral column osteotomy lengthening أو distraction على lateral column to compensate for midfoot abduction. واضحة؟ طبعا حكينا إذا deformity مالي عندك على الهيل فالجس تعمل media sliding calcaneus. إذا deformity مالي midfoot abduction تعمل lateral column lengthening. بس طبعا هل lateral column lengthening بترجع الارش؟ بترجع. هل البوستيريور هيل او الميديال كالكاني سلايدنج اوستيوتومي بتحسن الميد فوت ابدكشن؟ بتحسنه، بس كل واحده فيهن بتكون الافكت تاعتها على مكان اكثر من الثانيه. يعني تعقيب على سؤالك يا محمد، اذا عملنا لاتر كولم لينكثينج مثلا وما عدلت التيلر هيد كفرج، ممكن نعمل بوستيريور او ميديال كالكاني سلايدنج اوستيوتومي وتحسن؟ ممكن، وبتساعدنا بتساعدنا. تمام.
اسمح لي دكتور عبد الله. تفضل دكتور يا اسمعك. هل صوتك بس اذا سمحت دكتور يا اسمعك سيدي. بدي بس اعقب على كلام محمد بني مصطفى. دكتور محمد، هلا بالعاده زي ما تفضل دكتور عبد الله انه احيانا بس تيجي تعمل الايفانس اسيوتومي او اللاترال كولوم لينكتنينج، التيلر هيت كفرج ما بصير فيه خلينا نقول يعني ساتسفاكتوري كفرج، او على الاقل بيعتمد على هاو ماتش از ذا ديفورميتي بيلونج تو، از ات كرونيك، لانه بالعاده بصير في عنده اللي هو يسموه التيلونيفيكولار جوينت انستابيليتي، او بكون الريدندنت كبسول. فاحيانا نضطر نعمل زي ما تفضلت بلايكيشن للتيلونيفيكولار جوينت بحيث نقدر نحصل اكبر قدر ممكن من الكفرج. فمش اللاترال كولوم لينكتنج لحالها اللي بتزيد الكفرج للتيلونيفيكولار جوينت. sometimes we may add soft tissue procedures مثل التيبيالس بوستيرير تندون شورتنينج او التيلونيفيكولار جوينت كابسول بلايكيشن. بس حبيت احكي هاي الكومنت. تمام، هسا اللي تفضلت فيه مضبوط. احيانا طبعا في عليها بالبدياتريك ما بعرف، بس بالادلتس في ديبيت على موضوع السوفت تيشو ريكونستراكشن، عشان هيك يعني البيزكس انك تعمل اوستيوتومز. هسا وذر تو دو سوفت تيشو سيرجرز راح نحكي عنه كمان شوي او لا، هاي موضوع ديبيت ما بدي ادخل فيه كثير، اللي هي ريكونستراكشن ولا ريبير تندون ترانسفير او لا، بس ستيل اتس فاليد valid option. هاي مثلا موضوع اذا كان عندك تيباز بوستيريور ديجنريشن مثلا وعندك بين منه لازم تعمل اكسجين، التندون ترانسفير اللي بالعاده نعمله اللي هو فليكسور ديجيتورم لونجس تندون ترانسفير في هاي الحالات تو سبورت التيلو نافيكولار جوينت اند ميدل ارش. تمام لحد هون. طبعا هاي كل اللي حكيناها الاوستيوتومز هاي عشان الفليكسبل ديفورميتيز. هسا نيجي على الريجيد ديفورميتي. هسا الريجيد ديفورميتي بتكون ما يعني الريديوسبل، او تقول له اعمل بلانتر فليكشن او تيب توينج، او ما بترجع الديفورم، بظل اللي هي فالجس، بظل الميد فوت ابدكشن، بظل الانكفرج موجود. هسا هون صفى عنا اللي هي يعني ريجيد ديفورميتي. في هالحالات ما بزبط نعمل اوستيوتومي، في هالحالات نعمل ارثروديس. عاده الموست كوم اللي بنعمله احنا سبتيلر أرثوديسيس. هسه مهم جدا نحكي عن شغلة، إنه لما نحكي إحنا سبتيلر أرثوديسيس أو تريبل أرثوديسيس أو دبل أرثوديسيس، بغض النظر عن نوع الأرثوديس اللي بدنا نعمله، مهم جدا نعمل ريدكشن للبيوميكانيكس. مهم جدا يعني زي هيك بتكون سبلاكس قبل ما نعمل أرثوديس، بشيل كارتلج تمام، بس قبل ما نعمل أي شيء لازم نعمل ريدكشن، لازم نرجع الأرتش، لازم نرجع التيلر هيد، رجع التيلر هات، رجع الميديال ارش، رجع اللينث تاع الفوت للشكل الطبيعي تاعه، بعدين نعمل فيوجن. بدون ما نرجع البيوميكانكس والارش، اذا عملنا فيوجن انسايتو ما راح يستفيد، يعني بنضلها نفس المشكله موجوده عنده، بيضل نفس البين موجود عنده. عاده بستخدم الليمير سبريدر ما بين اللاتر الفاسيت، خلينا نحكي او اللاتر بوسس للتيلس مع الانتيرو بارت في الكالكينيوس، بنرجع الهايت بعدين نعمل فيوجن. فهي مهمة جدا انه نرجع البيوميكانكس اللي هي فالجس تيلر كفرج الارش، برجعهم اول شيء نعمل ريدكشن بعدين نعمل فيوجن. نفس مبدا الاوستيوتومز، بس هنا الفيكسيشن على الجوينتس، مشيل الكارتريج ونعمل ارثوديز. هسه ممكن تعمل سب تيلر مع تيرنال فيكولر، احيانا بسموها ميديال تريبل ارثوديسيس. ممكن تعمل حسب الجوينتس اللي انبورت، حسب النيد. ممكن تعمل مع ديستراكشن ارثوديس يعني لاترال كولوم لينكثنينج مع فيوجن، ممكن تعمل حسب الديفورميتي، حسب الاب نورماليتي. هسه حكينا بالبدايه انه لما نعمل ستريس تيست او اللي هو ريفرس كولوم بلوك تيست راح يبين عنا زي هنا، يبين عنا وين الانجوليشن او وين الديفورميتي بالضبط. إذا كان في عنا انجوليشن على النافيكولي كينوفورم أو على الكينوفورم مع الفيرس من التارسل زي هون ما حشيكني ساق اللي هي بنسمي instability، we have to fuse this joint بغض النظر أنه flexible أو rigid deformities زي هون. إذا ما في عنا ساق ممكن نعمل كوتن أوستوتومي اللي هي أوستوتومي على الميديال كينوفورم أو على النافيكولي حسب وين نعمل أوستوتومي مع correction. بس إذا في عنا ساق على الميديال كولوم ما بزبط نعمل أوستيوتومي عليه، لازم نعمل فيوجن.
لأنه اللود اللي بيصير عنا هون مثلاً joint reaction force راح يصير عنا shearing force على الجوينت حالي، فإذا ما عملنا fusion ما راح نستفيد. واضح هاي؟ حكينا على الستاندينج انكل اكس راي، وحكينا مهم جدا ناخذ ستاندينج انكل اكس راي عشان نشوف الفالجس انجل اذا في او ما في. هسه اذا في ابنورماليتي على الانكل جوينت، اما تكون فليكسبل وذاوت ارثرايتس، في هاي الحاله ممكن نعمل ريكونستراكشن للدلتويد ليجمنت وتمام تكون الامور. اذا فيكس ديفورميتي او بريزنتد مع اوستيو ارثرايتس، يا اما نعمل انكل فيوجن او هاي اذا كانت فليكسبل ممكن تعمل دلتويد ليجمنت ريكونستراكشن، اذا كانت ريجيد ممكن تضطر تعمل بان تايلر ارثروديسيس تو كوركت ذا ديفورميتي. واضحه لحد هون؟ نيجي على اذر اوبشنز، زي مثلا اللي هي الارثرو ريسيس، كلكم سمعتوا فيها وكلكم تعرفوها. هي فكرتها انه بالفلات فوت بكون التير السبلاكس الانتيريور، فانت بدك تعمل شيء بوش هنا عشان يعمل السبلاكسيشن، فبحطوا اللي هي السكرو تبعهم او البيس. ما في عليها ليفن ولا ايفيدنس، ما في لونج تيرم ايفيدنس عليها شو الكومبليكيشن على اللونج تيرم. اتس ان اوبشن كم اللي يستخدم بالبيدياتريك. بالادلتس ما بزبط نستخدم لحاله، ممكن يستخدم مع other types of osteotomies or tendon transfer، بس لحاله بالأدلت لا يمكن استخدامه، بالأطفال ممكن لحال. حدا عنده أي سؤال؟ دكتور عبد الله يعطيك العافية سيدي. الله يعافيك. عمر؟ تفضل حمزة. نعم سيدي. لا تفضل تفضل عمر يعطيك العافية. الله يعافيك. يس سيدي دكتور عبد الله، بس سؤال عن lateral column lengthening، متى بنعمل الاوستيوتومي يعني كالكيني lengthening، متى نعمل cuboid lengthening؟ cuboid lengthening بالادلتس ما مر علي انه في حدا بيعملها، بالبيدياتريك ما اعتقد انه في حدا يعملها. السبب بسيط، انت هاي الكره عندك هون صح؟ يس. شايف المؤشر ولا مبين عندك؟ شايفه. شايفه سيدي. هاي الكور عندك هون، انت بدك هون تعمل ديستراكشن مشان ايش؟ تعمل كل يعني الفور فوت تاخذها بادكشن تحسن الكفرج على التيلر هيد. طيب اذا كانت الكور هون، انت كل ما رحت ديستل كل ما رحت ديستل ما راح تلف معك اصلا. اوكي. تمام. مش هناك تبدك تروح بروكسيم عشان تعدل معك. إذا رحت ديستال ما راح تلف معك، تبدك إيش يلف لك التيلو نافيكولر جوينت. إذا بتعمل أوستيوتومي هون ما راح تلف التيلو نافيكولر جوينت وترجع. صار الأكسس قدام الديفورمتي. تمام؟ تمام، أوكي سيدي. تمشان هيك، هي عندك هون، هي التيلو نافيكولر، هي كيوبويد. فين بدك الكالكيني كيوبويد جوينت تروح لقدام شوي مع شوية أدكشن، يعني روتيشن بتلف حواليها. حوالي إيش؟ حوالي التيلر هيد. عشان إذا عملت أوستيوتومي ديستال وين بدها تلف؟ شيء صعب الأمر، كثير صعبة. هسه أحيانا بيعملوا ديستراكشن مع فيوجن على الكالكيني كيوبويد جوينت. This is an option. يعني هون تعمل زي أوستيوتومي مع فيوجن مع ديستراكشن. بس ديستالي ما أعتقد أنها راح تكون إفكتيف. بالأدلتس بالبدياتك ما بعرف إذا في أوبشن لهذا الحكي. شكرا دكتور عبد الله. حيا. دكتور عمر يعطيك العافية سيدي. أو دكتور عبد الله الخوالدي يعطيك العافية سيدي. أهلا وسهلا. سيدي بس سؤال بالبس بلينس، مش في الكوزز مثلا سبرينج ليجمنت انسفيشنسي اتسترا راذر ذان ستيروتيبيالس انسفيشنسي، بس واي وي ديدنت ادرس ذات ان سيرجريز، يعني ما في سيرجري تو سبرينج ليجمنت ريبير مثلا او شيء زي هيك؟ ذير از سيرجريز فور سبرينج ليجمنت ريكونستراكشن، ما حكينا عنهم احنا بس موجودين. يعني قصدي مثلا حتى بالانفستيجيشن ما يعني ما نجاب لهم مش سيره مثلا للسبرينج ليجمنت الشغلات الثانيه. تمام فهمت سؤالك، فهمت سؤالك. هسه الفكره وين؟ فكره انت تعمل اكس ريز، صاروا مثلا كثير بيعملوا ويت بيرنج سي تي مع النيو كلاسيفيكيشن سيستم، صاروا يعملوا مع السي تي ام ار اي. تمام، يعني زي ما سالت انت كلامك مزبوط، صار يعمل ام ار اي مع ويت بيرنج سي تي سكان مع اكس ريز. هسه اذا بالام ار اي بين عندنا بوستيرو تيبل تندون ديفيشنسي
ممكن نحط بلان انه بدنا نعمل لانه ترانسفير من فلكسور ديجيتورم لونجر. اذا لقينا مثلا انه بالسي تي مثلا في عندنا هايند فوت فالجس او سب تيلر انستابيليتي, ممكن بالبلان جلاسيرجري نعمل انه مثلا بدنا نعمل لهم سب تيلر ارثوديسيس. تمام لحد هون. هسه نيجي على موضوع السبرينج ليجمنت وهل نعملها ريكونستراكشن ولا لا. هسه السؤال الاهم من هيك, از ذا برايمري كوز اوف ذا ديزيز ولا السكندري كوز؟ يعني هل هي سكندري للديجنريشن صار فيها تير, سكندري للبوني ديفورميتيز, ولا هي الديفورمينج فورس اصلا هي البرايمري ديزيز فيها؟ هسه هذا الحكي احنا ما بنعرف. بس انا يعني حسب ما قرات انه يعني في ايتيولوجي انه سبرينج ليجمنت ممكن يعني ممكن ممكن تكون هي زي ما رسمت لك هنا, ممكن تكون ديفيشنسي هنا صار عندك تيرر هيد ساج هون ممكن. بس انك تعملها لحالها ريبير ات ويل نوت كومبنسيت. يعني هي انك تعملها ريبير لحالها هاي مش مانجمنت, لازم تعمل اوستيتوميز في حالات الفليكسيبل وارثروديز في حالات الريجيد. فالبوني بروسيجر اذا ماست, يعني في عندنا بروجريسيف كولابسينج فوت ديفورميتي وي دونت نو وير ستارتد. هل بلشت بالانكل, بلشت بالهايند فوت, بلشت بالميد فوت, بلشت بالسبرينج ليجمنت, بلشت بالبوستير تيبيال تندون, ما بنعرف وين بلشت. هل الكوز تاع سبرينج ليجمنت ديجنريشن ولا نتيجه الديفورميتي صار في ويكنس بالسبرينج ليجمنت, ما بنعرف. فاحنا الاصل اللي هي بوني بروسيجرز اوستيتوميز بلس ماينس سوفت تيشو بروسيجرز. موضوع السبرينج ليجمنت في عليه ديبيت كثير انه نعملها ريكونستراكشن ولا ما نعملها. اتس ان اوبشن تو دو ات اور نوت. اوكي ثانك يو سير. ويلكم. في حدا عنده اي سؤال؟ في شيء مش واضح من اللي حكيناهم؟ طبعا ما حكينا كل شيء بالمحاضرة, يعني يمكن بترجع تدرس الموضوع راح تلاقي فيه أشياء مثلا ما تطرقنا لها. فحبيت أحط بس الأشياء اللي هي مهم إن ننتبه لها. طيب هل في شيء ثاني حابين نحكي عنه؟ هاي الكونكلوجن. إذا flexible osteotomies, rigid for fusions, don't forget for the ankle deformity, it's not posterior tibial tendon deficiency only, it's beyond that. الله يعطيك العافية. ننتقل على الموضوع اللي بعده ولا في حد عنده أي شيء, أي تعليق, أي كومنت؟ وين ناصر راح؟ معك سيدي رام. سيدي رام ما في مشكلة, نقدر ننتقل اللي بعده. طيب ننتقل للموضوع اللي بعده, راح نحكي عن الهالوكس فالجاس. هذا عنوان مهم كمان. شغال سيدي سلايدات تمام؟ ايه تمام سيدي. طيب الله يعطيك العافية. ننتقل لديفورمتي ثانية أخف من الأولى بشوي, يعني نوعا ما كونها صار عنده خبرة بالتعامل مع الديفورمتيز صارت الأمور أسهل. نبلش أول شيء بالديفينيشن of هالوكس فالجس. It's a triplane deformities with multiple components, راح نحكي عنهم واحدة واحدة. Objectives to explain the pathoanatomy, clinical and radiological assessment and modalities of treatment. خلينا نبلش. هاي الصورة للمريض, مين حاب يعلقنا عليها؟ اللي حاطين انميوت زي عمر مثلا او رضا, تفضل. سيدي يعطيك العافية. طيب لو نبلش بالإكس راي سيدي, AP foot X-ray showing valgus deformity على الفيرست metatarsofaryngeal joint
with the يعني ممكن نحكي osteoarthritic changes widened بال intermetatarsal angle بين first and second metatarsals أو يعني increased angle. طيب إذا هاي ما في osteoarthritis هاي الintermetatarsal angle أقل من 13 والهالوكس بارجس أنجل أقل من 25 شو رأيك؟ كلينيكلي سيدي في ال يعني كلينيكلي في هالوكس لما نطلع في هالوكس بارجس تمام فيعني حيكون سيمتوماتيك المريض أكيد يعني حيكون في عنده ماشي سيمتومز يعني ورانتس يعني فردر تريتمنت تمام إذا سيمتوماتيك شو بدك تعمله سيرجري كيل مانجمنت خلينا نحكي يعني بلش سيدي ب يعني اوستيوتوميز احنا ممكن زي ايش يعني في مش شرط عمر اي حاجه سليف سليف اوستيوتومي او سكالف اوستيوتومي طيب مين بحكي يحكي اسمه على الخير اصبحها تحكي شو بدك تعمل له سيدي زي ما حكيها في عندنا خلينا نقول مايلد فورم اوف هالوكس فارجس تمام شو بدك تعمل لها هاي؟ ممكن ديستال اوستيوتومي تكون يعني مناسبه لحتى ينعمل ديستال ديستال طيب في شيء ثاني حاب تعمل مريض؟ والله سيدي احنا بنلاحظ انه في عندي يعني سبلكسيشن في الفيرست جوينت نشوف الديستال ميتارسال انجل كمان ديستال ميتارسال ارتكولار انجل تمام طيب الله يعطيك العافية بدعت يعني بس أنا أتوقع يعني إنه معظمكم راح يغير رأيه بعد ما نخلص بس أتوقع إنه يعطيك العافية سيدي بعد إنك سيدي إنه هسا we have to know this is يعني weight bearing X-rays ولا non weight bearing محمد سعيد تمام يعني بدك weight bearing إذا هاي weight bearing يعني usually as يعني سيدي زي ما حكينا بالflat foot يعني non loaded foot يعني differs from the loaded one I think يعني it's better to judge على loaded أو على weight bearing. هاي standing weight bearing هاي. شو رأيك؟ هسا إحنا according للcriteria اللي بنعرفهم يعني إذا أنت المتارسل مثلاً قل من 13 you have to go distally. بس أتوقع أنك مخبي لنا إيش صحيح. أنا بس موقف لهم مش راح أحكي شيء زيادة صحيح. طيب ماشي خلص. يعطيك العافية سيدي. تفضل. جريس سيدي. هلا جريس سيدي ممكن تكون هاي برايموس ميتاتارسس برايموس برايمرم فيروس وتكون الديفورميتي بروكسيمالي ممكن فممكن يعني وهي يعني فتكون بحاجه لممكن لابي دس بروسيجر او فيوجن يعني ما ناخذ بس الريدنجز تاعون الميتاتارسس يعني في اشياء ثانيه بدك تعملها يس اتوقع دكتور عبد الله اذا سمحت لي اول شيء بدنا نشوف الفيرست ري اذا انه هايبر موبايل ولا لا We should address lesser toes إنه فيهم hammer toe أو claw toe يعني تمام. هاي الشغلة مهمة ولازم نشوف إذا إنه المريض diabetic ولا لا controlled ولا لا الشغلات يعني will guide يعني. You to the best management كل الأشياء اللي حكيتوها مهمة وممتازة خلينا نبلش مين طيب خلينا نبلش أول شيء مثلا خلينا نحكي عن risk factors risk factors intrinsic أو extrinsic intrinsic زي الجينيتيك بريدسبوزيشن زي ما حكيتوا انتم مثلا اللي جمنتس لاكزيتي وتكون موجوده اسوشيتد مع فلات فوت مثلا او روماتويد او سي بي تروماتيك هسه نيجي على موضوع الشوز اللي هو اهم شيء طبعا في ميلز كثير بيحبوا الشوز هاي كثير بسال ليش هسه بشكل عام هم بدوروا على اي شيء بيسوي الفوت صغير او نارو مشان هيك نارو توبوكس وبيخلي الليك طويله هذا اهم شيء بالنسبه لهم فمشان هيك بيطولوا الليك وبيصغروا الفوت يعني هاي واحدة من الأشياء المهمة بالنسبة لهم حتى من ناحية مانجمنت هم يعني بيسووا العملية أو بيجوا بشكوا أو عشان يرجعوا يلبسوا كعب عالي and المشكلة إنه it's more common in females فالنارو شوز بس بالمناسبة doesn't cause هالوكس فالجس لكن إذا في هالوكس بالغس هاي الشوز بتزيد السيفيريتي وبتزيد السيمتومز او البين but it does not cause at least ما في ايفيدنس انه هاي كوز للهالوكس بالغس
نحكي عن الاناتومي. الفيرست متتارسل هيد is aligned with the first toe by adductors, abductors, flexors. All of them are inserted either in sesamoid or in the base of the proximal phalanx of the big toe. كلهم بيعملوا زي steering effect انهم بيحاولوا يعملوا balance حوالي البيج تو in good manner, بس ما في muscle inserted directly على الميتاتارسال هيد. below it زي ما احنا شايفين في عنا two sesamoids inserted in them are the flexor hallucis brevis longus, flexor hallucis brevis ايضا media well lateral, and they are aligned in their sulcus, and between them there is a ridge. احيانا اذا بتصير الباثولوجي, طبعا اللي بصير بالباثولوجي انه البيج تو بروح laterally, deviate laterally, الميتاتارسال هيد ديفييت ميديالي مع روتيشن مع دورسيفليكشن. هسا ليش بصير؟ وين بتبلش؟ هل هي attenuation of the capsule ولا imbalance؟ ما بنعرف شو اللي ببلش الباثولوجي, لكن بالنهاية بصير عنا attenuation على الكابسول ميديالي. الادكتور اللي هي المفروض تكون ميديالي بتصير فليكسور, والمصل إمبالانس بتزيد الديفورمتي sometimes هاي مع روتيشن. السيزامويد بصير مصبلكسيشن sometimes they rotate with the metatarsal head. So to summarize hallux valgus, it's a triplane deformity. In the transverse plane we have adduction أو medial translation أو medial angulation of the metatarsal head with lateral deviation of the big toe. In the sagittal plane, عادة بيكون عن dorsiflexion مع open على joint tarsal metatarsal joint plantary. In frontal plane, there is a rotation in the metatarsal and in the toe. هذول ثلاث components للhallux valgus. Transverse, sagittal and coronal. كل واحدة فيهم مهمة. مش دائما بنشوفهم كلهم. يعني مش دائما بنشوف الروتيشن أو برونيشن. مش دائما بنشوف ساق. مش دائما بنشوف الميتاتارسال رايح ميديل. لكن هذول الإليمنتس اللي احنا بندور عليهم. أحيانا بنشوف جزء منهم. أحيانا بنشوفهم كلهم. Accordingly, we have to analyze the deformity to its component. يعني بتطلع المريض. You have to assess قديش الميتاتارسال انتر ميتاتارسال انجل خلينا نحكي, او قديش الديفيشن, قديش الهالوكس فالجس انجل, اذا في ساق او ما في, او فليكسيبيليتي زي ما حكيتوا, اذا في كورونال بلين ديفورميتي او ما في. يو هاف تو اسيس الرينج اوف موشن على الميتاتارس وفالينجيال جوينت, ضروري جدا قبل ما تعمل سيرجري او قبل ما تعمل اي شيء, لانه اذا في ليميتيشن اوف موشن على خاصه ليميتيشن على الدورسيفليكشن للميتاتارس وفالينجيال جوينت, you have to deal with. يعني كثير مرضى بيجوا إذا بتسوي له عملية سواء عملت له تشيبرا أو شو ما سويت له, راح يقل الرينج اوف موشن على الميتاتارس وفالينجيال جوينت. توقع هذا الحق, خاصة بالرياضيين اللي راح يجيك بوستيرجر راح يقول لك أنا صار عندي بطلت أقدر أعمل دورسفليكشن. هاي واحدة من الأشياء اللي بنعاني منها أحيانا. إذا طبعا إحنا نعرف إنه الرينج اوف موشن على التارس والميتاتارس والجوينت قليل, هسه إذا عندك أصلاً limitation of motion على البيج تو هون على الميتارس فالنجل جوين وعملت له فيوجن هون, صار كل الميدل ري كان صار ستيف. فمشان هيك you have to assess range of motion, مهمة جداً. You have to assess if there is instability at tars and metatars joint, if there are bisplanus, other deformities, إذا في callosities بتشوف إذا موجودين أو لا. بتشوف أول شيء range of motion, بتشوف الانستابيليتي, وبتشوف إذا في كالوزيتيز. أحياناً مع الهالوكس فالجس ديفيشن سكندر تويت بيصير هامرتو أو لسرتو ديفورميتيز, وبيصير دورسل كالوزيتيز due to friction with box. تطلع إذا في بلانس, إذا في other deformities, لأنه في حالة ما بزبط تسوي عملية للهالوكس فالجس وعندك فلات فوت وتخليه لأنه ما راح تحسن. النقطة الأهم بتشوف إذا في كالوزيتيز خاصة تحت السكند أو الثيرد ميتاتارسال. ليش بتصير هاي؟ لأنه زي ما حكيت أنتوا أحيانا بيصير في الكوز بيكون هايبر موبيليتي أو انستابيليتي على الفيرست, فبصير اللود على السكند ميتاتارسال هيد, بصير عندنا ترانسفير ميتاتارسالجيا.
هاي واحدة من الساينز تاعت ترانسفير للثال صاج. بنشوف إذا في ليجمنت سلاجزت مهم جدا إذا في جنرالايز ليجمنت سلاجزت. حسنا نيجي على موضوع الأشعة. طبعا زي ما حكيت ضروري نعمل كل الفيوز ستاندينج فيوز إذا بدنا عادة أي بي لاترال أوبليك فيوز and سيزامويد فيوز بلس ماينس ممكن تعمل سي تي أور أذر إنفستيجيشنز. نيجي أول شيء على ترانسفيرس بلين. حكينا في ترانسفيرس في ساجيتال في كورونال بلين كلهم بيصير عليهم أبنورماليتيز بلس ماينس. نبلش أول شيء بالترانسفيرس بلين اللي هو إحنا دائما كل شغلنا عليه متعودين إنه بنطلع بس على الترانسفيرس بلين. والله شو الأنجل اللي بنقيسهم؟ بنقيس أول شيء الهالوكس فالجس أنجل اللي هي ما بين الفيرست ميتاتارسل والبيج تو. بنشوف قديش الأنجل عادة إذا قل من 15 بتكون يعني مايل لحد 25 مثلا مودريت بعدين بتكون سيفير حسب الكلاسيفيكيشن اللي ممكن تتبعه. الانتر ميتاتارسل أنجل اللي هي ما بين الفيرست ميتاتارسل والسكند ميتاتارسل نورمال less than 9 or 10 عادة إذا في برايمس فارس ممكن تزيد. بعدين نيجي على الفرونتال بلين ديفورميتي. الفرونتال بلين اللي هي روتيشن اوف ذا بيج تو او برونيشن ضروري جدا وي هاف تو اسيس ذس ديفورميتي. ذس ديفورميتي سام تايمز اسوشيتد مع زي ما احنا شايفين هون بكون لاف في الميتاتارسل. طبعا ناخذ اكسل فيو او سيزمويد فيو. لاحظوا السيزمويد هون وين موجودات؟ موجودات بالسلكس تاعهم بس لافات مع الميتاتارسل. بيكون ايش ديسلوكيتد احيانا بيكون في معهم ديجنراتيف جوينت ديزيز. فمهم جداً we have to assess the frontal plane deformity. قديش في rotation? Is it significant? والسيزمويد position. Is there subluxation زي ما احنا شايفين هون؟ ولا بس هم لفات مع الميتاتارسل وبس؟ ننتقل للساجيتال بلين. شو الأشياء اللي بنشوفها بالساجيتال بلين؟ إذا في instability mainly وقديش في dorsiflexion لأنه حكينا على ساجيتال بلين ممكن يصير dorsiflexion على الفيرست ميتاتارسل. خلصنا analysis. ممكن نحتاج CT ممكن في بعض الحالات ما حنجيها بعد. نيجي على المانجمنت. طبعا عادة احنا بنحاول قدر الامكان انه نضلنا ننسيرجك المانجمنت. We have to counsel the patient about shoe. We have to advise them انه يلبس low heel مع white toe box. هسا اذا المريض مش موافق ما بزبط هذا الحكي. يعني انت ما بتفصل عملية وما بتفصل البيشنت فوت حسب الشوز اللي حاب يلبسه. انت بتفصل الشوز حسب الديفورميتي الموجودة عندك. فما بزبط انه يجيك مريضة بكعب عالي وبتقول لها بدي اسوي لك عملية. لا روح البس كعب واطي لو هيل وايت تو بوكس بعدين نشوف اذا تحسنت او لا. في بونيون سبينز في اورثوتيك سبورتس. طبعا زي ما حكينا بحب اللي بكون نارو فوت هاي لونج ليج هذا اللي بكيفوا عليه انسيدز فيزيوثيرابي واتيفر. اذا ما تحسن وستيل بين يو جو فور سيرجري. ذا اونلي انديكيشن فور سيرجري از بين بين بين. اذروايز فور كوزماتيك ريزون دونت دو هالكس فالجس سيرجري. يعني ممكن بوست سيرجري بيصير بين. مش كل المرضى اللي عندهم هالكس فالجس بيشكون بين. كثير مرضى عندهم هالكس فالجس وبعيش حياتهم ما بيشكون بين. حتى ممكن يكون سيفير ممكن يكون عندهم الستابيليتي وبعيشوا كل حياتهم ما بصير عندهم بين. فمش شرط انه انت بتشوف سيفير ديفورميتي او بتشوف هالكس فالجس بتقول خلص معناته نيد سيرجري او نيد مانجمنت. كلاسيكالي زي ما حكيته بالاول انه بنشوف قديش الانترميتارسل انجل قديش الهالوكس فالجس انجل بناء عليها بنقرر شو السيرجري اللي بدنا نعملها. اذا كانت مايل ديفورميتي يعني الهالوكس فالجس اقل من 40 والانترميتارسل اقل من 15 ممكن تعمل ديستال اوستيوتومي اللي هي الموست كومون تشيفرون اوستيوتومي. اذا كانت مودريت ديفورميتي يعني الانجل انترميتارسل اكثر من 15 والهالوكس فالجس انجل اكثر من 40 ممكن تعمل ديافيزيال اوستيوتوميز ممكن تعمل بروكسيمال اوستيوتوميز. إذا كانت سيفير ممكن تعمل بروكسيمال اوستيوتوميز أكثر. إذا كان instability على التارسل جوينت يوني ديفيوجن هاي مفروغ منها. إذا كان في اوستيوارثرايتس ديستالي يوني تو دو فيوجن. ف
يعني اذا في انستابيليتي على التارس والتارسال جوينت لازم نعمل فيوجن، لابد من بروسيجر. اذا في ارثرايتس سموير لازم تعملها فيوجن، اذروايز اكوردنجلي. هسه نيجي للشغلتين، واحده منهم حكيتوا عنها اللي هي موضوع الديستال ميتاتارسال ارتيكولار انجل، اللي هي ما بين الميتاتارسال هيد ارتيكولار سيرفيس وما بين الديافيسس. وفي انجل ثانيه اللي هي بين الكيونيفورم والفيرست ميتاتارسال، زمان كنا نحسبهم ونشوف قديش، وبناء عليهم ممكن تعمل هنا بايب لينر اوستيوتومي عشان تعدلها، واذا في هون ممكن اذا شفت هاي الانجل ابنورمال ممكن تعمل ميدل كيونيفورم اوستيوتومي تو اوبن ات. All these are from the past. وهذول كلهم عبارة عن artifact. They are not real abnormalities. راح نحكي لكم ليش. هسا حكينا إنه في عنا triplanar deformity. It's not a plane deformity. فمعناها إذا في عنا pronation زي ما احنا شايفين هنا، الميتاتارسال هيد اللي أنت بتطلع عليه هو لاف. يعني أنت بتأخذ AB view للفوت. بس اصلا الميتاتارسال هيد لافف، يعني برونيتي، يعني بتطلع عليه من الجنب، انت ما بتطلع عليه ترو اي بي. فهاي اللي انت شايفها هنا لاترال راوند ساين بسموها، هاي الكوندايل البلانتر كوندايل تاعت الميتاتارسال. والسيزامويد اللي شايفهم هون سبلكسيتد، لما تاخذ الاكسل فيو بتلاقيهم بالسيركس تاعهم، بس لانه اصلا هو لاف فبتشوفهم زيحات، بس اذا بتلف الميتاتارسال راح تلاقيهم اصلا معه. يعني واضحة هاي اللاتر راوند ساين؟ طيب نرجع للديستال ميتاتارسال ارتيكولار انجل. هون عندنا برونيشن. ليش؟ اول شيء احنا بنطلع عليها فروم اوبليك لاين، هاي الكوندايل وهاي الدورسال سيرفيس، بتطلع عليها من الجنب قاعد. وهاي الكيرف اللي انتم شايفين هذا بلانتر كيرف، وهاي البونيون اللي انت شايفه هون هاي المفروض تكون دورسال، بس انا لافه رايحه لاتر، رايحه ميدل. فمشان هيك إذا في عندك برونيشن تطلع أول شيء إذا في lateral round sign, this is a sign of rotation of the metatarsal head. You have to do axial view to see if the sesamoid are in a groove or sublux. في هاي الحالة they are not sublux, they are in their grooves. لكن إحنا بنطلع oblique view على metatarsal head. هاي اللي هي round sign. هاي لما تأخذهم axial view. ممكن تعمل سي تي تو اسس اذا سبلاكس، او زي هون مثلا سبلاكس وتشوف ان ذير فيو ولا لا. زي هون مثلا بتطلع انت هي، اذا بدك تاخذ دي ام اي راح تلاقيها زايحه، راح تلاقي فيها ابدكشن، راح تلاقي في كيرفيتشر اللي هو بلانتر كيرفيتشر تاع الميتارسيد، راح تلاقي سيزامويد سبلاكس. فعليا اللي عملوه بس انهم عملوا روتيشن بس اوت اوف برونيشن للميتارسل، سيزامويد ويل الايند، هاي الهيد صار زي التو زي الكوادرانجلر هيد، رجع للشيب الطبيعي بتاعته، بس مجرد انك عملت برونيشن او عدلت اللي هي الروتيشن تاعت الميتاتارسال هيد. واضحه هاي؟ زي هون مثلا هاي اللي طلع على السيزمويد، انت بتفكره سبلاكس، طلع على الميتاتارسال، هاي اللي لاترال سايد الميديال سايد انت بتشوف برومينس، هي المفروض تكون الدورسال اسبيكت اوف ذا ميتاتارسال هيد. فانت مجرد بس انك تلف الميتاتارسال هيد برجع الهيد كونجروسي تاعته الشيب تاعه الطبيعي، والميتاتارسال صار تحتيه مباشره، بس عملوا هون بروكسيمال تشيفرون اوستيوتومي او بروكسيمال اوستيوتومي تو ريالاين ذا روتيشن بس. فمشان هيك بطلوا. طبعا نفس الشيء طلعت بروكسيمال قديش الميتاتارسال كيونيفورم جوينت قديش ابدكتد، طلع هون رجعت. هسا موضوع الروتيشن او البرونيشن موضوع يعني ما بنخوض فيه اكثر من هيك، بس ما بنعرف وين الروتيشن بالضبط. احيانا بيكون على التارس والميتارسل، احيانا بيكون في انتر كيونيفورم ديفيشنسي، مشان هيك احيانا بيعملوا فيوجن، احيانا بيعمل فيوجن بين الفيرست والسكند ميتارسل تو افويد ريكرنس. واضح موضوع الروتيشن؟ نعيده، في حدا مش واضح بالنسبه له؟ احكوا، لانه ننتقل مباشرة للسلم المانجمنت. قبل ما ننتقل، في حدا في شيء مش واضح عن الكورونال بلين أو الفرونتال بلين أو برونيشن؟ صار واضح للكل؟
بناء على هالحكي كله طلعوا تريبلين هالفالجس كلاسيفيكيشن اند الجوريثم. هو شو الفكره منه؟ الفكره انه بدل ما احنا نقعد نحكي عن الانجلز وقديش الانجل وما هي الكوره هون اصلا بدل ما نحكي عن الانجلز مايلد ومودريت وسبير اللي ما راح يفرقوا معنا كثير بالمانجمنت، مهم جدا نعرف اول شيء اذا في برونيشن او لا. اذا ما في برونيشن ممكن نعمل ديستال اوستيتوم زي ما حكيتوا، لانه التشيفرون اوستيتوم ما بتعدي الروتيشن، يعني بدك تعمل هون تشيفروستين ما راح تلف معك وما راح تعدي الانجل سيفير. اذا كان ترمتارسل انجل سيفير زي ما حكينا اول ممكن تعمل بس شويه ترانزليشن بس ما راح يلف الميتاتارسل معك. اذا في برونيشن معناته بدك بروكسيمال كوركشن. بعدين بتشوف السيزامويز اف ذير از سبلكسيشن معناها يفضل انك تعمل ديستال سوفت تشو بروسيجرز عشان تعمل لهم ريليز. بدون سوفت تشو بروسيجر ما راح تقدر تحررهم. هسه اذا الايند وموجودات ما في داعي تعمل سوفت تشو بروسيجر، لانه زمان ليش كان يعمل سوفت تشو بروسيجر؟ عشان يرجعوا السيزمويد تحت الميتاتارسل. طب مهم السيزمويد بالبوزيشن تاعهم، الميتاتارسل هيد هو اللي زايح، هو اللي بترجعوا عليهم. هسه اذا كان سبلاكس اذا كان روتيتد هم اصلا موجودات مش زايحات. فموضوع السوفت تشو عاده اذا في سيزمويد سبلكسيشن. بعدين حكوا انه في ديجنريتيف جوينت ديزيز او لا، بناء عليهم ممكن تعمل فيوجن على ميتاتارسل فالنجل جوينتس. هسه ستيج 3 بس بدنا نعلق عليها، هي اف اسوشيتد وذ جلوبال ديفورميتي على الفور فوت اللي هي بتكون ميتاتارسل ادكتس او اذا ميتاتارسل ديفورميتس. هاي الابديتد كلاسيفيكيشن تاع الهالوكس فالجس ديفورميتي. So we have plenty of osteotomies. ممكن تعمل proximal إذا بدك تعدي الأنجل كثير، أو for rotation ممكن تعمل diaphyseal أو proximal. Distal osteotomies ما بتغير كثير اللي كانت بدون pronation أو بدون rotation. أحيانا supplementary ممكن تعمل أكل بروسيجر أو osteotomy على proximal phalanx. حاليا في تقريبا فوق 100 بروسيجر أو أوستيتومي للهالوكس فالجس. Still there is no consensus which procedure you do. بس هاي البرينسيبلز فور أوستيتوميز. حكينا عن الكلاسيفيكيشن سيستم تاعو. Any comment أو question؟ في شيء مش واضح باللي حكينا؟ نرجع عليها، شو رأيكم؟ شو بدنا نعمل لهذا المريض؟ منجد، شو رأيك؟ ما سمعنا صوتك اليوم. سيدي يعطيك العافية. سيدي مبدئياً اللاترال راوند ساين موجودة، فأي ثينك إنه في كمان في برونيشن على الميتاتارسل، لذلك بده بروكسيمال. أيوه، كلينيكالي مبين في برونيشن، صح؟ يس، في برونيشن. تمام. بس إذا بده بروكسيمال أوستيوتومي which adjust the rotation. تمام. بس هاي هي التيك هوم مسج اللي بدي إياها توصل. It's not just transverse plane deformity. It's triplane deformity. You have to address every part of the deformity. إذا بعمر ممكن سؤال؟ عمر تفضل. يعني بعرفش إذا ضمن اللفت هاي شو معناها اللي حاطة الصورة بأول السلايد؟ هون؟ لا بالمقدمة هاي الصورة. هسه شو يعني بونيون؟ والله ما عندي فكرة سيدي، معناها يعني بالعربي مين دارس باليونان بعرف شو يعني بونيون؟ دارس باليونان هسه سيدي مجد الصقرات الله يسهل عليه. هي بونيو اصلا معناها ترنب اللي هي لفت، لانه المريض لما بيجيك هو ما بعرف، المريض ما بيجي بيقول لك والله عندي انتر ميتارسال انجل او عندي هالوكس فالجس، ما بعرف، والمريض بيجي بيشكي لك من هاي بس. اوكي. كانوا يسموها بونيو او ليفت، هيك كانوا يسموها، لانه هي هاي الشيء الوحيد اللي بيشكي منها المريض، وهاي الشيء الوحيد اللي بيشوفوها. بس وصلت من جد؟
مين عنده سؤال؟ في شيء مش واضح اللي حكينا؟ في حدا عنده تعليق او سيدي سؤال بس هيك يعني من your experience ال conservative management يعني إذا افترضنا أن المريض أو المريضة راح يظل يعني compliant لل conservative management قديش success يعني أو يعني أنا حاولت يعني أكثر من مرة مع مرضى نستخدم ال يعني conservative management أو spacer بس ما في يعني ما في ال يعني هيك acceptance منهم أو يعني ما بتحس إنهم رضيوا عن التريتمنت يعني بيظل خلص ستيل في بين في على لبس الشوز البونيان بيظل موجود فما بعرف شو رأيك هسا لما تحكي conservative مش معناها إنه تقول للمريض روح اقعد بالدار وخلص هسا أول شيء have to do full physical examination يعني أنت ما بتفحص بس الفوت في عندك مريض كامل فوق الفوت you have a human body كامل فوق الفوت you have to assess the patient من فوق لتحت الأشياء الجنرال اللي بتطلع عليها أول إشي الويت تاع المريض صح؟ المريض obese you have to advise him إنه نزل الويت مثلا من الأشياء المهمة is it bunion ولا في مثلا inflammatory disease تمام؟ أو يعني ممكن يكون عند الديفرنشال يس هاي مهمة جدا بعد ما تخلص الديفرنشال examination of the foot is very important where is the pain and where's the deformity يعني واحدة من الثيوريز اللي to explain deformity تاع الفوت سواء الهرجس فالجس أو الفلات فوت حتى اللي هي tight Achilles tendon أو gastrocnemius contractor هي واحدة من الأشياء يعني في واحدة من الثيوريز إن هاي واحدة من الأشياء اللي كوز أوف هالوكس بالغس فبدك تفحص الأكلستندن is it tight or not الفيزيوثيرابي you have to explain the patient إنه لازم يعمل فيزيوثيرابي stretching exercises stretching للهيل stretching للبيج تو يستخدم سمنت موضوع الشوز كثير مهم إنه يستخدم وايد تو بوكس مع لو هيل هاي مهمة جداً تأكد أنه ما في أوستوارثرايتس كثير من المرضى مش متعاونين أو ما بيحبوا يكونوا متعاونين أو بغض النظر ليش بالنهاية if you have to go to surgery go to surgery خلاص يعني إذا failed conservative therapy بس المفروض يعني فيك يعني أنت اللي بيجوك على العيادة هم اللي بيشكوا من بين أصلاً يعني. وفيزيوثيرابي ما بيلتزموا فيها والموديفيكيشنز اللي بتحكي عنها ما بيلتزموا فيها هسه كثير من الناس اذا يعني اذا انت بتصلي بالجامع تطلع طبعا زمان هذا قبل الحظر يعني تطلع على الناس اللي بجنبك على رجلين ناس ولا واحد رجله زي الثانيه خلينا نحكي يعني راح تلاقي نسبه كثير من الناس عندهم هالكس فالجس مثلا بس ما حدا بيجيك على العياده او ما حدا بيشكي طلع قرايبك او على الناس بتعرفهم راح تلاقي في كثير ناس عندهم هالكس فالجس كثير نسبه عاليه بس مش شرط يشكي من وجع مش شرط يشكي يس مش شرط لا هسه لما يشكي هذيك الساعه بدك تشوف اللي حكيناهم if failed conservative you go for surgery accordingly thank you any question هاي يمكن اخر سيشن راح تكون بالديفورميتيز سيدي ابو عمر يعطيك العافيه الله يعافيك انا محمد هون ممكن اسال سؤال سيدي عمر طبعا يسعدك سيدي بالنسبه للميديال كبسول واللاترال كبسول والسوفت تيشو انت حكيت سيدي عن الادكتر تندون انه بيكون ديفورمينج فورس هلا الميديال كبسول بتكون فيها كونتراكتشر او بكم بتكون اتنويتد واللاترال كبسول بتكون فيها كونتراكتشر والادكتر لونجاس سيدي او الادكتر تندونز شو السوفت تيشو بروسيجر عشان نعدل فيهم هسه السوفت تيشو بروسيجرز بالعاده تفتح الفيرست سبيس اذا السيزاموييد سبلاكست تريديوس ذم على السلكس تاعه تمام هسه عاده انت بتعمل اسسمنت للبيكتو
تعمل له ادكشن باسيف ادكشن بتشوف قديش بيصير معك ادكشن. اذا صار على الميتاتارس فالينجل جوينت ادكشن مور ذان 15 ديجريز ذيس جود. اذا ما في ادكشن عليه باسيف يعني انت بتعمل بس بعد ما تخدر المريض طبعا انا بيربول. اذا ما في ادكشن تعمل ريليز على الادكتور تندم. طبعا في ما حبيت ادخل موضوع السيرجيكال تكنيكس كثير هون هاي ممكن تعمل عليهم ريليز تو اد فور ادكشن اوف ذا هالوكس. هسه موضوع الريليز على السيزمويدز ممكن تعمل كابسول ريليز هون على السيزمويد تو ريالاين ذم. هاي الاشياء اللي كومن اللي ممكن يعني نحتاجها هون مثلا ممكن تعمل ريليز على الكبسول. تمام. هسه ما بدي اركز كثير على السيرجيكال تكنيك لانه بهمنا البرنسبلز بشكل عام متى نعمل هاي متى نعمل هاي شو الاشياء اللي بنطلع عليها. اني كويشن اي سؤال على المحاضرات السابقه فلات فوت بايوميكانكس اي شيء من اللي حكيناه قبل. أني كومنت الله يعطيك العافية أبو عمر. هل يا سيدي أبو هيا معنا؟ أنا دائما في محاضراتك أنت عارف أني معك. يا أهلا وسهلا. الله يسعدك يا سيدي. الله يخليني الله يجزيك خير يعني ما قصرت. الله يسعدك. يعني الله يخليك طول عمرك. لك يا بصراحة اللي أعطيتهم إياه اليوم اختصر عليهم جهود أيام بفهم الموضوع. يعني ما أتوقع أنه كان رح يقدر يفهم الموضوع لحالهم بهالطريقة. وسيدي حاولت أحكي عن الأشياء اللي أنا تغلبت لما فهمت عرفت يعني. ما هو هاي الشغلات يعني. هم ما بدركوا أهميتها إلا اللي بيشتغل فوت كثير فبدرك أهمية هاي الموضوع اللي أنت بتحكي عنه. فإحنا إن شاء الله يعني حتى إحنا إن شاء الله يعني صراحة مواضيع الديفورميتي زي الفوت ديفورميتي وغيرها إن شاء الله حتى يعني مستقبلا إن شاء الله بعد شهر 6 امتحانات راح نحاول نعطيها كمان تركيز أكثر إن شاء الله. إن شاء الله. لأنه أتوقع إنه هاي المواضيع يعني خلاص صارت في كل العالم تأخذ أهمية لأن الناس صارت تدرك أهمية الديفورميتي وشو مشاكلها وكيف بتأثر على حياة البشر يعني. إحنا إن شاء الله حتى زي ما تفضلت. والنقطة الثانية يعني الشباب اللي كانوا يحضروا هاي المحاضرات مثلا قبل سنة مثلا كانوا يسمعوا إشي هسا اليوم أنا متأكد إنهم سمعوا أشياء تختلف على الأشياء اللي كنا نحكيها. يعني الكلاسيفيكيشن تاع الهالوكس بالقص ما يعني ما له زمان طلع. الفلات فوت والنيو كونسبت يمكن طلعت بال 2020 قبل كم من شهر يعني. بس فالأبديتس كثيرة عليهم والأبديتس الكثيرة اللي قاعدة بتصير بتغير كل المانجمنت بروتوكول. صحيح. النقطة الثانية سيدي بدي أحكي شنو أنا بحكي هيك لأنه المشكلة زي ما حكيت إنه اللي كان أول ما دخلنا أحكي لك صراحة يعني إحنا أول ما دخلنا مقيمين كانت الهالوكس بالقص بتذكر راشد لحقها أيام الميتش أوستيرتون وشيفرون في شيء بس هذول الثنتين بس ما كان في غيرهم وحتى لا كنا نعطي أهمية للسيسمويد ولا حدا فينا يعرف إنه أصلا السيسمويد يصير لها سبلكسيشن ولا كنا ننتبه للبرونيشن بعد فيسبوك فاس كلها مواضيع جديدة. فأنت كويس إنك نبهت الشباب لأنه أنا متأكد أغلبيتهم قرأوها ما خطرت ببالهم إنه هاي المواضيع أصلا موجودة يعني على العكس حتى يعني إن شاء الله إحنا بلكي مستقبلا أتوقع من المواضيع اللي يواجهوا فيها مشكلة أكبر هو موضوع البيسكيبس. فإن شاء الله سيدي هلكم بحكي لك عن هذا الموضوع بصراحة. موضوع البيسكيبس ما حبيت أحكي عنه اليوم لأنه فيه نورولوجي وفيه أكثر من برنسبل بختبي يعني بده هيك يعني بده قاعدة على رواق يعني ما بزبط. يعني بده لحال يوم لحال بده. فإحنا نشوف يعني إن شاء الله بلكي أنا على كل إحنا شو هسه مخططات اللجنة العلمية إن شاء الله من نحكي للشباب إنه الآن إحنا بعد شهر 6 بصراحة رح نقيم شو المحاضرات اللي انعطت بشكل كويس يعني. فالمحاضرات اللي ما تكملت رح نكمل عليها يعني أنت ما شاء الله محاضرات الفتن أنكل صراحة أبدعت مع الشباب فالأغلب إنه إن شاء الله الله يجزيك خير يعني بعديها رح نكمل إن شاء الله مع الشباب مواضيع تانية أتوقع
ممكن نعطيهم عن البيسكيفاس، عن المواضيع الديابيتك فوت والشاركوت فوت جدا لهم. مواضيع كمان في مواضيع كويسه زي الاكيد استنديلوباثي والسبورت انجريز وحتى مواضيع يعني زي الاوستيوكوندراديجنز اللي بتصير في الانكل اشياء كثير. فان شاء الله بس نكملها لانه احنا هدفنا بصراحه لازمني انه نخلي عندنا زي باك اب لانه كل المحاضرات تتسجل على اليوتيوب طبعا. فاحنا حتى كله راح نضيفه نزيده ونخليه بعدين للشباب، يعني اي واحد من الشباب بحاجه لاي موضوع بيقدر يرجع له مباشره، يعني ريفرنس بتصير لهم، بتصير ريفرنس. احنا هي كله يعني كان هدفنا ننشئ هاي الشغله على اساس مستقبلا كل واحد عنده شيء بيحب يعطي محاضره كويسه نرفعها للشباب وبتضلها عندهم، والشباب مستقبلا بيستلموا منا وبيضلوا يزيدوها. هيك بتصير الأمور أريح، يعني أنت بدل ما تعيد المحاضرة مرة ثانية إذا أجي مثلاً مقيمين جداد أو شيء، المحاضرة موجودة مثلاً يحضروها وبعدين ممكن تعمل discussions بس معهم بدون ما تعيد نفس الحكي. تمام. لا إحنا هدفنا هيك خلاص، يعني إحنا إن شاء الله إنه يعني إحنا قاعدين نسجل محاضرات، وبصراحة بعد مدة إن شاء الله بعد شهر 6 نعمل evaluation لكل المحاضرات اللي عملنا، المحاضرات اللي كويسة نثبتها، المحاضرات اللي حسينا في مشكلة دفن. اكيد كل المحاضرات كويسه يعني، يعني احنا ما هو احنا راح نقيم بس في مواضيع ما نحكي عنها يمكن بس في يعني احنا فاحنا ان شاء الله يعني الفكره من هون بلكي من هون السنه الجايه ان شاء الله يكون كل المواضيع المهمه انعملت تسجلت للشباب، وبصير مستقبلا زي ما تحكيت بدل ما يصير المحاضره بصير كلها مور ديسكشن ومور براكتيكال يعني. بس احنا اهم شيء الان نعطيهم المحاضرات اللي احنا بنتوقع انه صعب يفهموها او يدرسوها لحالهم، وبعدين مستقبلا نصير نركز على البراكتيكال، يعني مثلا زي هيك الفلات فوت نصير نجيب لهم كيسز ونصير نعمل ديسكشن عليها مش طبعا. مجرد انه بس محاضره يعني بصراحة. يعني يحضروا المحاضره مثلا بالبيت لحالهم مثلا وبنعمل ديسكشن بعديها. تمام، يعني كيس ديسكشن او وات ايفر يعني. تمام. لا لا خلاص يعني هيك احنا بصير الشباب عندهم خلاص اليوم ديسكشن عن الفلات فوت ارجعوا للمحاضره مباشره واليوم بنناقش عليها، او محاضره يعني زي محاضرات بيدياتريك يعني مثلا خلاص مواضيع دي دي اتش سكيفي مش عارف شو خلاص احنا بنصير نجيب كيسز يعني انه هو يدرس. تمام. واحنا بنصير نناقش عشان انا توجه اكثر انه بصراحه الشباب نركز لهم على البراكتيكال وعلى الدسكشن، يعني انه بدنا اياهم هاو تو بريزنت ذيم سيلف هاو تو ديسكاس ا كيس، كيف يقدم لنا الايديا، كيف اذا اجاله كيس اجت له اي شيء بيقدر يحللها لحاله. هذا الهدف انه نوصل له ان شاء الله، مش انه مجرد بس حفظ المعلومه وخلص يعني بسمعها وبنساها يعني. الله يجزيك خير يا سيدي ابو هيثم. الله يجزيك خير عافية يعني، وشكرا لك على جهودكم كمان يعني. العكس، الله يجزيك خير وتعاونك يعني ان شاء الله. والله يا سيدي انا المستفيد يعني اكثر واحد مستفيد فيهم هسه، يعني خلوني ارجع راجع المواضيع واحضرها مره ثانيه يعني. الله يجزيك خير. الله يخليك يا خير. واحنا نحكي للشباب ان شاء الله انه الاثنين الجاي احنا عندنا الكويست تبع الفتره هناك عشان نعمل لهم ايفالويشن نشوف قديش يعني استفادتهم منها ان شاء الله. شباب بيض وجهنا الله يرضى عليكم. لا خلاص ما لهم عذر اصلا، ما لهم عذر، الماده موجوده عندهم ما لهم عذر اصلا ان شاء الله. واحنا يعني الامتحان راح يكون من نفس المحاضرات اللي انت اعطيتها اياهم ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك العافيه دكتور عبد الله، والله يجزيك خير عنا جميعا. شكرا لك، بارك الله فيك وبعلمك ان شاء الله. شكرا يا استاذ. شكرا، يعطيك العافيه جميعا ان شاء الله. الله يعافيك سيدي، يعطيك العافيه. ممكن نشتغل المريض؟ ممكن.